بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه التحذير مما يقع. الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع، من استحلها كفر، ومن شربها ولم يستحلها فإنه لا يكفر ولكن يكون فاسقا فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، يقام عليه الحد بأن يجلد 80 جلدة ليتوب إلى الله عز وجل. وهذا الحديث فيه أنه يأتي في آخر الزمان ومن علامات الساعة أناس يستحلون الخمر، يشربونها ويسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، يسمونها شراب روحي، يسمونها عرق، يسمونها بأسماء الويسكي أو ما أشبه ذلك. هذا لا يخرجها عن كونها الخمر، لأن الخمر ما أسكر، ما أسكر فهو خمر ولو سمي بغير اسمه. الأسماء لا تغير الحقائق، وإنما هذه حيلة منهم، يقول: أنا ما شربت خمر، أنا شربت شراب روحي، أنا شربت شيء ينعش أو ما أشبه ذلك. فهذا لا يعني يبرر لهم شرب الخمر. خمر حرام، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يجب الانتهاء الخمر. كانوا في أول الإسلام يشربونها لأنها لم تحرم، فلما حرمت نزلت الآية بتحريمها، قاموا على دنان الخمر وشقوها وجعلوها تسيل في الطرقات، بادروا إلى إتلافها وإلى الامتناع عنها. هكذا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً يجب عليه أن يمتثل ولا يتردد في هذا. فهؤلاء في آخر الزمان يأتون ويشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يظنون أنهم إذا غيروا
اسمها أنه يختلف الحكم، والحكم لا يختلف، وهذه حيلة كحيلة اليهود. اليهود حرم الله عليهم أشياء فاحتالوا، حرم عليهم الشحوم فجملوها يعني أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، يقولون ما إحنا ما استعملنا الشحوم استعملنا الدهن، هذا ما يغير الحكم. لذلك لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحيلة، وغيروا يوم السبت صيد الحيتان، فغير الله صورهم ومسخهم قردة. كذلك هؤلاء في آخر الزمان إذا احتالوا على الخمر سموها بغير اسمها وشربوها فإن الله يجعل منهم قردة وخنازير عقوبة لهم. والأمر الثاني أنهم يستعملون الأغاني والملاهي والقينات والضرب على رؤوسهم بالمعازف، وهذا محرم أيضا، ينضاف إلى شرب الخمر، فلذلك يغضب الله عليهم ويعاقبهم ويمسخهم قردة وخنازير، كما غيروا حكم الله غير الله صورهم، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي عامر. هذا من أدلة تحريم الأغاني وتحريم المعازف بجميع أنواعها وآلات اللهو، وإن كان يوجد من المحتالين من المنتسبين إلى طلب العلم من يبيح الأغاني، خصوصاً الصوفية يتقربون بها إلى الله، يجعلونها من العبادة، هذا أشد. هذا الحديث وأمثاله من أدلة تحريم الأغاني وتحريم آلات اللهو من معازف وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي عامر بن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا مثل الحديث الذي قبله أن قوما يخرجون مثلا إلى نزهة وينزلون إلى جنب علم يعني جبل، إلى جنب جبل، وتروح عليهم سارحتهم وتأتي يعني معهم أغنام ولا معهم مواشي أو إبل، ينزلون بهالمكان هذا ويستعملون الخمر، يستحلون الخمر والحرى، الحرى يعني الزنا، الحرى الفرج، والحرير حرام لبسه على الرجال، يستحلون هذه المحرمات، الخمر والحرى يعني الزنا والحرير والمعازف. فقوله يستحلون هذا دليل على أن المعازف حرام وأن الغنى حرام. وأما الخمر هذا مجمع على تحريمه، ما في خلاف بين العلماء أن الخمر حرام،
إنما المعازف والأغاني بعض المنتسبين لطلب العلم يحلونها، وهذا خطأ، هذا خطأ، الأدلة تدل على تحريمه، لا خطأ. مثل ابن حزم رحمه الله يبيح الغناء، يبيح الغناء، وهذا غلط، هذا غلط منه. وكذلك المعازف والآلات اللهو، هذا الحديث يدل على تحريمه لأمرين: أولا أنه قال يستحلون، والاستحلال لا يكون إلا من شيء محرم، دل على أن الأغاني والمعازف حرام مثل الخمر. والأمر الثاني أنه قرنها مع محرمات مجمع على تحريمها، الخمر مجمع على تحريمه، الحرى مجمع على تحريمه، الحرير على الرجال أيضا يكاد يكون إجماع تحريمه إلا للضرورة. فهؤلاء يستحلون في آخر الزمان، وتعزف عليهم القينات على رؤوسهم، ماذا يحصل لهم؟ يجون، يجيهم من يريد منهم حاجة، يقولون تأتينا غدا، عندهم أنهم يستمرون ويبون يبقون بهالمكان. فإذا جاء الليل بيتهم الله، خسف الأرض بهم، ووضع العلم يعني الجبل انخسف والعياذ بالله، إلى جاء للمواعدين وما يلقاهم، خسوفهم بهم، يمسخهم الله قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا وعيد شديد ونهي أكيد، تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من استحلال هذه الأمور، ومنها القينات المغنيات والمعازف آلات اللهو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن أبي أمامة مرفوعا: يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. نعم، يكون يصيب الناس خوف، خوف وفزع في آخر الزمان، يذهبون إلى علمائهم، علمائهم، لأن الناس يذهبون إلى العلماء عند الحاجة، فإذا ذهبوا إليهم وجدوهم قد مسخوا، والعلماء مسخوا قردة وخنازير. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم استحلوا محارم الله وأفتوا بجوازها. هذا خطر عظيم، تحذير لما لأهل العلم أن يخافوا الله وأن لا يفتحوا لأنفسهم وللناس أبواب التحيل على محارم الله والفتاوى الخاطئة والتماس الرخص الخاطئة. على العلماء أن يحذروا وأن يأخذوا الأمة طريق النجاة، ولا يعينونها على الشر بالفتاوى الخاطئة واتباع الرخص الخاطئة. فعلماء مسؤوليتهم عظيمة وأمانة، لأن الله ائتمنهم على العلم وعلى بيان الحلال والحرام، فلا يجوز لهم أن يفتحوا لأنفسهم وللناس أبواب الحيل وأبواب الرخص والفتاوى المخالفة للدليل. وما أكثر هذا الآن ممن يفتون بغير علم ويؤولون النصوص ويلوون أعناقها علشان تجي على هواهم، يفتحون للناس أبواب ويقال هؤلاء هم العلماء، اللي
اللي تمسك بالحلال والحرام هذا قال متشدد، وأما اللي يفتح للناس أبواب الرخص هذا قال هو العالم وهو الفقيه وهو وهو. هؤلاء هددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يمسخهم قردة وخنازير. إذا جاء الناس إليهم وقت الفزع يلتمسون عندهم الفرج ووجدوهم قردة وخنازير ولو كانوا علماء. العالم إذا ضل فإن الله يعاقبه ويغير صورته، لأنه أشد إثما من العامي والجاهل. العامي جاهل قد يعفى عنه، لكن العالم اللي يتحيل على محارم الله ويغير الأحكام ويتأول النصوص هذا أتى عن علم وعن معرفة ومتعمد لهذا الشيء تكون عقوبته أشد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. أخرجه. نعم. هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان حريصا على أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن مخافة أن تدركه ليأخذ حذره منها. قال في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم أن الأمانة نزلت في قلوب المؤمنين، نزلت في قلوب المؤمنين، لأن المؤمن يكون أمينا، والإيمان من الائتمان وهو الأمن. المؤمن يكون أمينا بموجب إيمانه، وتكون الأمانة في قلبه مع الإيمان. ثم نزل القرآن الكريم وأكد هذا الأمر، أكد الأمانة وثبتها ورسخها في قلوب المؤمنين، فكان الإنسان لا يخاف من الغش والخيانة في التعامل معهم في ذاك الوقت، لأنهم أمناء لا يغشون ولا يخدعون. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يمشون على الأمانة في تعاملهم وفي أمورهم، لأن الإيمان عودهم ذلك، والأمانة ترسخت في قلوبهم. ثم إنه يتغير الوضع على طول الزمان، يتغير الوضع فترفع الأمانة من قلوب الرجال ويبقى أثرها، يبقى أثرها بعد نزعها في القلب
مثل الجمرة التي تدحرجت على الرجل فنفطت، يعني انتفخ مكان الجمرة وتعبى بالماء ثم يزول هذا يروح. كذلك الأمانة تزول أولا ثم يزول أثرها، ثم لا يبقى في الناس أمانة إلا أفراد من الناس تبقى فيهم أمانة، والكثرة ليس فيهم أمانة. دينهم دنياهم لها يرضون ولها يسخطون ولها يعملون ولا فيهم أمانة، ويستبيحون تحصيل المال بأي وسيلة، بالربا، بالغش، بالخديعة، بالمكر، ويسمون هذا مهارة في التعامل، يسمون الغش والخديعة واللعب على الناس يسمونه من المهارة والحذق في المعاملات، ما يسمونه الغش والخيانة لا، يسمونه من الكياسة والتنبه للمعاملات، يسمونها بغير اسمها. إلا أفراد من الناس، يقول حذيفة: بل أول ما أبالي من أتعامل معه، إن كانت الأمانة موجودة ما أبالي من أتعامل معه ولا أخاف من الغش. لكن لما تأخر الزمان جاء أناس غير الأناس الأولين، الأمانة قلت إلا في رجال قليلين يتعامل معهم، وأما أكثر الناس فلا يأمنهم. هذا في وقت حذيفة رضي الله عنه، فكيف إذا تأخر الزمان؟ إذا تأخر الزمان أكثر خطورة وأكثر رفع للأمانة، حتى إنهم يمدحون الخائن الذي لا أمانة، اللي يغش الناس ويخدعهم ويأكل أموالهم بالحيل، يمدحونه في هذا: ما أظرفه، ما أعقله، ما كذا، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. مع هذا يمدحونه في تعامله وفي حيله وفي مكره في غشه وخيانته، يمدحون الخائن، يخونون الأمين ويأتمنون الخائن. هذا في آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن ماجه: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها؟ نعم. وهذا الحديث مثل الحديث الأول، فيه التحذير من علماء الضلال، تحذير من علماء الضلال والذين يلتمسون المخارج من الأحكام الشرعية لأنفسهم ويفتون الناس بذلك. الرسول حذرنا من هؤلاء. وأخبر أنه سيرفع العلم، يرفع العلم والفقه، ويقل العلماء والفقهاء، ويكثر القراء، يكثر القراء والمتعالمون في آخر الزمان، يسألهم الناس فيفتون بغير علم ويضلون ويضلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي:
وهو زياد رضي الله عنه: يا رسول الله، أليس فينا القرآن نقرأه ونعلمه أولادنا؟ يعني فهذا ضمانة لبقاء العلم، ما دام القرآن موجود فالعلم موجود. النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن وجود القرآن ووجود الأحاديث الصحيحة في الناس ما يكفي، يعني ولا يكفي حفظ القرآن وحفظ الأحاديث الصحيحة، هذا ما يكفي. العلم هو بالحفظ ولا ببقاء القرآن ولا ببقاء الأحاديث، هذا ليس هو العلم. العلم هو الفقه في دين الله والفهم لدين الله والورع والخوف من الله والتقوى، هذا هو العلم، هذا هو العلم. ثم ضرب مثلا قال: اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل موجودة، ومع هذا ضلوا وأضلوا ولعنهم الله عز وجل والتوراة والإنجيل عندهم، لأنهم لم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فما هو بالكلام على وجود القرآن ووجود الأحاديث الصحيحة، الكلام على من يحمل هذه النصوص وهذا القرآن وهذه السنة حملا صحيحا، يحملها حملا صحيحا ويعمل بها ويفقه معانيها على الوجه الصحيح، هذا هو المطلوب. نعم. قال: وخرجه الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن نبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقال حسن غريب. نعم، وهذا مثل الحديث الذي قبله أنه يرفع العلم الذي هو الفقه والفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن القرآن والأحاديث موجودة لكن قل من يفقهها ويفهمها، كثير من يحفظها ويقرأها، يمكن يقرأ القرآن بالقراءات العشر ويتقن التلاوة والتجويد، لكن ما يفقه من القرآن ولا حرف واحد، مجرد آلة مثل المسجل. شوفون المسجل، المسجل تفتحه ويقرأ عليك القرآن، هذا يصير مثل المسجل، مجرد آلة تحفظ القرآن. أما أنه يفقه القرآن، الإنسان اللي وفقه الله للفقه في دين الله والعمل، حتى ولو لم يحفظ القرآن، ولو لم يحفظ القرآن، الفقه يؤتيه الله من يشاء، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس العبرة أنك تحفظ النصوص، العبرة بأن تفهم معناها كما أراد الله سبحانه وتعالى، تفهم معناها، هذا هو الفقه، وتعمل بها، هذا هو الفقه وهو المطلوب. أما أنك تحفظ القرآن
أو تحفظ البخاري ومسلم والسنن الأربع المسند تحفظها عن ظهر قلب من غير فقه، هذا لا يكفي ولا ما. لو خليت بالكتاب كان أحسن، لو خليت بالكتاب كان أحسن، ما في فائدة أنك تحفظ بدون فهم. فليس العبرة بالحفظ، العبرة بالفقه والفهم، وليس العبرة أيضا بالفقه والفهم بل العمل أيضا، لا بد من هذا، من علم وعمل، علم وعمل، هذا هو المطلوب. وإلا فأهل الكتاب ضلوا ولعنهم الله ومسخ منهم القردة والخنازير وهم عندهم التوراة والإنجيل، كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ لو حكموا التوراة لاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لو حكموا الإنجيل لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهم ما حكموا وهم يحفظونه ويحملونه، لكن ما فقهوه ولا عملوا به، ماذا يغني عنه؟ فهذا فيه الحث على تفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي حمل العلم، ما يكفي حمل العلم، ولا بد من فهمه ولا بد من العمل به، تنبهوا لهذا. نعم، بعض الناس، بعض الشباب وفقهم الله يعتنون بالحفظ، يقول أنا أحفظ البخاري، أنا أحفظ مسلم، لكن لو تسأله مسألة واحدة من مسائل الفقه ما استطاع يجاوبك، لأنه ما تفقه فيها ولا فهم معانيها ولا أخذها عن العلماء الذين يشرحونها ويبينونها له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن ماجه بمسند زياد بإسناد صحيح. نعم. نعم. قال: وذكر ابن ماجه من مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم. نعم. وقال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة، فلا تبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولان: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة: ما يغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا. نعم، وهذا مثل الأحاديث السابقة في أن العبرة ليست ببقاء القرآن وبقاء السنة من غير حملة ما هم حفظة، حملة يفقهونها ويفهمون معناها، هذا هو المقصود. فهذا فيه الحث على التفقه في دين الله وتلقي هذا عن العلماء، لا عن الكتب ولا عن الأشرطة، وإنما عن العلماء مباشرة، العلماء الثقات مباشرة، يشرحونها لك ويبينونها لك ويحفظونك معانيها ويفهمونك مدلولاتها، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. أما
أن لا إله إلا الله تنجيهم من النار. نعم، لا إله إلا الله تنجي من النار من عمل بها، من فهم معناها وعمل بها، لكن هؤلاء الذين في آخر الزمان تنجيهم وإن لم يعملوا بها. ليه؟ لأنهم ما يتمكنون من العمل، معذورون معذورون، ما عندهم أحد يبين لهم العمل، هم معذورون بجهلهم هذا، لعدم من يبين لهم ويفقههم. وإنما يقولون أدركنا آباءنا، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، يقولونها، هذا مستطاعتهم، مستطاعتهم هكذا. وأما العمل فهم لا يستطيعونه ولا يعرفونه، لأنهم ما عندهم أحد يعلمهم، فهذا عذر لهم، تنفعهم لا إله إلا الله. أما الذي يترك العمل وهو يقدر عليه، يقدر على العمل ويقدر على أن يسأل أهل العلم، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر بالجهل. نعم. قال: من أحاديث الفتن. نعم، فأولا يرفع العلم، يرفع أولا العلم والفقه، يرفع أول شيء العلم والفقه من الناس، ثم ثانيا يرفع القرآن من القلوب، يؤخذ من القلوب ومن الحفظ ومن المصاحف، يرفع ولا يبقى شيء، ما يبقى شيء من القرآن في آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: من أحاديث الفتن. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هنا مجموعة من الأسئلة، يقول السائل: هل هناك عذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ وكيف نجيب عمن يحتج بأن هناك عذر في مسائل التوحيد بالرجل الذي أمر أبناءه بإحراقه فنفى القدرة عن الله فعذره الله، وبقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنا لا أكفر من يطوف بقبر الكواز أو الكواز؟ يا أخي، العذر بالجهل إذا لم يمكن زوال الجهل، إذا لم يمكن زوال الجهل، ما عندك أحد يعلمك، منقطع عن العلماء في أرض من بعيدة ما يبلغها شيء، هذا يعذر بالجهل. أما الإنسان المتمكن من العلم ومن سؤال العلماء ويقول أنا أعذر بالجهل، أنت المفرط، أنت المفرط، لأنك لم تطلب العلم، لم تسأل، فكيف يعذر بالجهل؟ فهناك جهل لا يمكن زواله، وهو من يعيش منقطعاً لا يجد أحداً، ومن يعيش مع الناس ومع العلماء ومع يسمع القرآن ويسمع السنة يقول أنا أعذر بالجهل، لا، أنت المفرط. أما ذاك اللي يعيش منقطع، هذا ما فرط، ما وجد أحد، ما فرط لأنه ما وجد أحدا، يعذر بالجهل. فالجهل الذي لا يمكن زواله يعذر به، أما الجهل الذي يمكن زواله بالتعلم وسؤال العلماء فهذا لا يعذر به. فتنبهوا لهذا، لأن فيه من الناس من أخذوا هذه المسألة صاروا يرددونها: يعذر بالجهل، يعذر بالجهل، على طول بالإطلاق. لا، لا بد من التفصيل. ثم أيضا المسائل ما هي واحد، المسائل ما هي واحد، المسائل الخفية التي تحتاج إلى علماء وتحتاج إلى شرح، هذه نعم يعذر بالجهل حتى يجد من يعلمه. أما المسائل الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح، مثل الشرك، الشرك، التوحيد، هذه ما يعذر بالجهل لأنها واضحة. الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا غامض ولا واضح؟
واضح، واضح ان التوحيد وما واضح ان الشرك. فالمسائل الظاهرة لا يعذر أحد بجهله، أما المسائل الخفية التي تحتاج إلى بيان من العلماء هذه يعذر للجهل فيها. المسائل ما هي واحد، نعم، فلا بد من هذا التفصيل في العذر بالجهل. نعم، أحسن الله إليكم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لا أكفر الذين يعبدون الصنم الذي على قبة الكواز، لأن ما عندهم أحد يعلمهم. ما قال يعذرون وسكت، قال ما عندهم أحد يعلمهم. أما هؤلاء عندهم من يعلمهم وعندهم من يبين لهم، لكن ما سألوا ولا طلبوا العلم، فكيف يعذرون بالجهل؟ نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما معنى الوقت والمجل، ما معنى الوقت والمجل في قوله صلى الله عليه وسلم؟ الوقت والمجل هذا من أثر الجمر، الجمر إذا مس جلدك أليس جلدك يرتفع وينبخ، يسمونه النبخ، ينبخ يعني يكون فيه آثار للكي يجتمع فيها الماء، هذا المجل، مجل يعني مجل معناها اللي يسمونها العوام النباخ، تنبخ اليد ويصير فيها ماء من أثر الحرارة، هذا المجل والوقت. نعم، وهذا سائل يقول ما حكم قول أمانة تعطيني، أمانة تعال، أمانة روح، ما حكم ذلك أثابكم؟ لا يجوز الحلف بالأمانة يا أخي، ما يجوز الحلف بالأمانة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، سواء قلت والأمانة أو قلت أمانة تعطين هذا الشيء أو تخبرني عن كذا، هذا يمين لا يجوز. أمانة يعني والأمانة، لكن حذف الواو، فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بغيرها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل التحذير والوعيد الشديد والمسخ مرتبط فقط باستحلال الخمر والحرير والحر والمعازف والحر والمعازف أم مرتبط بارتكابها؟ وهل هذا مختص بهذه الأمور أم يتعدى؟ من استحلها كفر ولو لم يرتكبها، من استحل الخمر والمعازف والحرير كفر ولو لم يفعلها، أما إذا فعلها مع الاستحلال هذا أشد، وأما من فعلها ولم يستحلها هذا لا يكفر، هذا عاصي، سمى عاصي فاسق، من فعلها ولم يستحلها قال لا هي حرام وأقر أنها حرام وأعتقد أنها حرام ولكن هو يرتكبها، هذا يعتبر عاصيا وفاسقا ولا يكفر بهذا، أما من استحلها يكفر ولو لم يستعملها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل الأمانة فقط في المعاملات الدنيوية؟ الأمانة في كل شيء، الأمانة بينك وبين الله في عبادته وحده لا شريك له، والصلاة أمانة، والاغتسال من الجنابة أمانة، الدين عندك أمانة، لا بد أن تقوم بحفظ دينك، وكذلك الأمانة في المعاملات مع الناس، كذلك الأمانة في حفظ الأسرار وعدم إفشائها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول حفظكم الله عندنا طالب علم مستفيد ولكنه لا يزكي علمه، عندنا طالب علم مستفيد ولكنه لا يزكي علمه ونحن بحاجة إليه ليعلمنا ويحتج بأنه مشغول بالحفظ، فما نصيحتكم له؟ أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم الجهال لا سيما إذا سألوه وعنده علم، يجب عليه أن يفتي، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيجب على الجاهل أن يسأل ويجب على العالم أن يجيب ولا يكتم العلم،
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لا يجوز كتمان العلم، الناس بحاجة إليه. العلم ليس لك وحدك، العلم للناس، فلا بد أن تبين لهم حتى لو ما سألوك بين لهم. فكيف إذا سألوك وطلبوا منك؟ نعم. أحسن الله إليكم وكتب لكم الأجر والمثوبة. نعم، جزاكم الله خيراً.